شوفوا انا كنحمد الله وكنشكروا عندي واحد الراجل نعمه والله العادي قلبي احنيني الحادي رجعت كيف الحيوان كيف بنادم لا حول ولا قوه الا بالله الله يستر صافي بركه وبركه ما تبقاو تحدوا لي والله مرضتني واحد الجداده شي 3 ايام ما جات فات هنايا ديك الدجاجه الحمقى الحمقى فين هي طلعت السلام عليكم يا اهلا متابعين عندنا كيف نتوما لاباس عليكم بخير نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي وما ينقصكم حتى شي خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اللي خطيكم علينا يا اغلى واعز متابعين عندنا كيف نتوما الحبايب ديالنا المهم انا كنحبكم حتى نتوما كتحبونا ياك اللي خطيكم علينا المهم ديما اختكم صبحات مشقلبه الدار الا وريتكم غادي تخلعوا والله العظيم الا مهلوكه بحال لي شابرني ديك غريبي حيت الجدر ديالنا كلشي مريض كلشي مزدح والله العظيم حتى انا اليوم صبحت ماشي هي ديك راسي هايدا ومع سي عبد الرحمن كيفياتني فايقه خوتي كان الصباح ما نقول لكم شي المهم اليوم محمد بلا ما تقلب لهم هايدا السلام عليكم كيف نتوما لاباس عليكم بخير مزيانين كلشي بخير نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واللي مريض الله يشافيه امين هادشي ما نقولوا مع الحاله تبارك الله هاد اليومين كلشي كيشكي لي كتهضر معاك يقول لك انا مريض الغريبي انا مريض المهم الله يشافي الجميع ان شاء الله يا ربي بالشفاء بالشفاء اخوتي ما تخافوش هادشي جايز امين يا ربي عدوى ودايزه صحابه ودايزه هادي داكشي اللي كاين الله يهلا ملي تشوف الوجع بحال هذا كيصبح لك انا مريض انا مريض لا 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 شوف انا واخا مريضه غنستنشق المهم المهم الحبايب عطلت علينا في الغدا الله يرحم لك الوالدين الا ما تشلط راسك كتعرف هادي المهم المهم انا عرفت شنو نقصة انا تشاهيت هادي عرفت شنو هادي جلبان هادي هي ديك مسخوطه مسخوطه كاع المهم قال الراجل خصو الجلبانه وانا دابا غادي نعدلو الجلبان صراحه عجبتني شي حاجه عقبايش الجلبانه بايش بالبيطات كتعجبني غادي نعدلها في الطاجين دابا هادي انا غادي نطيبها في الطنجره مع شده عليها شوف كاين اللي كيسلقا في الماء ديك الساعه كيزولها وكيعمل لها التعريق القامه ديالها وعاد كيعملها في الطاجين انا لا كنعدل لها كلشي كطيب مره واحده ديك الساعه كنخويها في الطاجين كنعمل لها بيطات وبالصحه والراحه هادشي اللي كاين المهم اختكم عرفتوا مرونه مرونه محمد محمد ما تغسليش القشوع نغسل القشوع علاش ما نغسلش القشوع بصح ها ما جالسين تما كلهم يدنا في الواقع اه جالسين حاديني مالكم حاديني ما تبقاوش حادين عباد الله هاي الحادية رجعت كيف الحيوان كيف بنادم لا حول ولا قوة الا بالله الله يستر صافي بركة وبركة ما تبقاوش حادين عباد الله احنا عندنا اللي كيحدينا المهم الحبيب ديالي هنايا محمد هادشي هذا ما كنسيبوش هذا غادي نعتمد نجري ودات كنجمعوه هذه هي الحاجه اللي واعره هي هذه حتى حاجه ما كتضيع معنا حتى شي حاجه ما كتضيع والله هنايا طللت على حنا اللوستيك قلت لها باقي جبرتيني عاد داخله مفطر خاتني مسكينه فريسه الله يعطيها الخير قبيله حتى ماشي دابا بحق ما عدلتهاش والله الا تم بلاتي نعدل شي شلاضه مع العيال في المدرسه نعدل لهم شي شلاضه د الفروتين ان شاء الله يا ربي صافي هنايا عرضت الغداء عملت العجينه ديالي بالحق الدنيا الدنيا كت كنمرض ها الخبز زرع ولا ديك المقله اللي قلت لا مخلطه الله شوف شنو عملت شي واحد غادي يغضب اه وعدي انا شوف الله 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 بسم الله صلات شوفوا ملي كتقلب الخبزه ملي الخبزه كتقلب كيقولوا شي واحد غادي يغضب اه خليهم يغضبوا خليهم يغضبوا شي في عنايا المهم انا جبت العجينه ديالي هي محمد عملت غير خبيزات صغاري شتي عملت الخبيزات صغاري اه تبارك الله دير المقيله ايوا صافي هادشي اللي كاين كنستناهم تيخمروا و هنايا عندي حاجه الخضيره كتبخر وصافي وتجربنا وتبارك الله المهم اختكم مريضه غير غادي ديباني وصافي ياك محمد المهم شوف والله العظيم انا بعدا كنحمد الله وكنشكره راه عندي واحد الراجل نعمه والله العظيم احنيني واش كتفضحنا ولا خليني نعبر لا انا ما كنفضحش والله العظيم شوف هذه الحاجه اللي كنحمق على محمد اه كنحمق عليه علاش حيت ما فيش ديك المدير ما فيش علاش ما طيبتي لي شي ولا خصو شي حاجه واعره ولا خصو شلايد ولا المهم شنو ما كان كيقضي بها ولا ما جبرش الغدا يجي ويعاونني ولا يعدل لي هو ما عنديش شي مشكل ولا صبحت مريضه يا بنتي الفطور عادي شنو فيها مرات كنت تعاون معاها شنو ملي كنا مريضك يا بنتي الفطور ولا ايه
عادي ماشي مشكل. انا والله الا ليلي خطي عليا سنة الحياة هي هذه. ليلي خطي عليا والله يخليه لنا يا ربي يا الحبيب، والله يخلينا ديما مجموعين. سبحان الله ما فيهاش هذيك بلعب تشهى سنين ناكل، علاش ما طيبتي لي شيء ولا عادي الحمد لله. كندخل الكوزينه بيدي ونعدل راسي وناكل ونشبع ونعمر كرشي ومريضنا ما عنده بس. وتحيه من هذا المنبر نحسيت صديق ديالنا السوسي، هاو يقولوها شكون هاد السوسي؟ السوسي محمد الله يعمر هذا. كيقول لي اخي محمد الخبز واتي ونعمر كرشي ومشي نعس. تحيه لي والله. ساعة شنو كيعمل والله الا كيهضر معايا مسكين، كيعصر لابوكا كيكلا بالخبز. هيدا كيشرب لابوكا والخبز كيقول لي بعدا ما عنديش المشكل مع كرشي شنو ما عطيته. تحيه لي له، تحيه الناس فرنسا وتحيه الجاليه وتحيه الناس المغرب فيما كنتوا. وغادي نقول لكم واحد الحاجه، شوف غادي نعمل لكم ديديكاس من هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي. عملنا ديديكاس لخي محمد السوسي، ديديكاس ناس وجده، واحد السيده دخلتنا عندي في انستغرام مشكله ما كنبقاش يعقل على الاسومات. من هذا الفيديو كنقول لكم كتبوا لي تعليق، واي واحد شفتو كاتب لي تعليق بزاف اختي كثر لي من التعليق، واي واحد شفتو كاتب بزاف تعليق قليبات كوراسونيس الوريدات قليبات هما كوراسونيس غادي نختار بعض منهم وغادي نعمل لكم في كل فيديو ديديكاس ليكم يا اغلى متتبعين. ولا بغى شي واحد يقول لك سلام شي واحد عزيز عليه غادي نرجع معكم لهاد الحلقه هذه ان شاء الله يا ربي اللي كنا كنستمتعوا بها. والله العظيم كنا كنستمتعوا بها بزاف. يلا خليوا لي التعاليق ديالكم. لحقوش من عندك ها ولا من عندي؟ كيفاش ولا نعملوها بجوج بينا؟ لا نعملوها بجوج، لا بجوج بينا. نعد لكم ديديكاس محمد وانا ان شاء الله يا ربي نرجعوا لوين كنا كنعملوها بزاف. ومهم يلا اي واحد خلى لي بزاف الكومونتيرات غادي نختاره هو وغادي نعمل. ما تكتبش شي واحد، ما تكتبش واحد التعليق، الا كتبتي واحد التعليق ما غادي نعملش. علاش عملت ديديكاس؟ كتب الاولاني والثاني والثالث الرابع العاشر. المهم اكبر عدد التعاليق غادي نشوفها غادي نعمل لها ديديكاس ان شاء الله يا ربي. وغنعملوا لها ديديكاس على حقها وطريقها يا ان شاء الله يا ربي. يلا خليكم معايا. شمالك الراجل؟ ضربتني واحد الجدادة شي تلت أيام ما جات فات هنايا. ديك الدجاجة الحمقى. الحمقى. وإلا قلتي حمقى حمقى والله إلا. كضرب عليها العايلة الجارة. هاديك محمد صافي مستنسدش تا. ها؟ تشوفوا فين هي راه هي. ما استنسدش تجين هنايا. نعم. خصك تربطها محمد داخله للدار. يلاه نشبر انا. واخا عطيتيهم العلف ما بغاتش تجي. دابا اخر مره هي تلو هي ما بغاتش تجي، بغيت نشبر دابا عاد هي ما بغاتش تجي. هربتني. تبارك الله. الو. محمد حمقو هذا الجداد خصو غير يدخلها حيتاش مابقاتش كاتبات هنايا. ايوا مابغاتش تشبر له. شوفوا ما شاء الله عاد اخرين دخلوا في الدراكه. فين هي دخلات؟ واخيرا حصلت. تفكرني ديك الاخت الله يلا. شكرا انا افنان. افنان ضربتها معاك قلت له نعاود نشبره معاك قال لي لا وعرفتي خساره ما شبرتك شي من الاول. دابا عي ربطها عاد ربطها هيك محمد. شوف 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 كتر كتر الله ربعت ربط لك سبحان الله. هذه مخفخة محمد هذه مضروبة. ها؟ هذه مضروبة. حمقى. لا لا مضروبة. والله إلا حمقى. فين عاد تديها؟ لا دابا خصك تدخلها. دابا خصك تدخلها. لا خصك تربطها داخل في البيت. دابا يضحكوا عليا. والله يا ثلاث أيام ما جيتي للدار. ثلاث أيام أجا شكون معاياش؟ والله صافي صافي. هي هذه انت ناس كتحدي هنايا كتقولوا لي على خلاها ياك.
تبارك الله ما شاء الله. عرفتك شي باش كطفي يا محمد؟ كتعمل التلج. عرفت اخوتي شو ماتيشا؟ هادي ماتيشا قلت لكم اللي بارا عندي مخسرة. شوف هادي ماتيشا ماشي في الفريغو، في النبيرة عادية. عرفت رجعت كتلج ما مشكلة ديالها والله. عرفت انا هاد النبيرة شنو وقع فيها؟ شو. حق الله. دابا عاد شفتي شنو جبرت فيها؟ هنايا الملح. والله الا هذا الملح دابا هي مطفيه خوتي. شوف الملح هاود من النبيره، عمركم شفتوها؟ شوف شوف لا انا نوريكم محمد. والله الا الملح هاود من النبيره، ما فهمت والو يعني. اجي قربني هنايا. شوف اجي اجي قرب. ماطيشه يابسه. شوف دابا هذه ماطيشه ماشي فاسده خوتي، والله ما فاسده. ماطيشه تكلاصات ودابا محمد طفاها وشوف كيفاش رجعت. دابا مغير فروطه مغير لاتشين غاندالين لا هو اللي كيبقى زعما نيك مزيان، اما شي حاجه اخرى والو. شوف هنا كيفاش كتبان ديك الميمان كيف هو دينا محمد. شوف اخوتي النبيره ماشي خانزه، هو طفاها وهذا الشيء بدا هو الشرارب. ما عندي ما نعمل. عندك شي وحده تدخل تقول لي النبيره عندك خانزه؟ اطونسيون هذيك النبيره ساويه اكثر من صداق ديال المراه هذيك. لا تقول لك خانزه محمد شرارب؟ لا شرارب فيها وادين د الماء. هذيك كتعمل مليون و200 ها يقول لك شي واحد عقولنا عندك النمره من يولو 200 انا عطاوها لي. لا حقا بصي مسكين والله. انا عطاتها لي الوالده مسكين والله عادي. فهمتي عزيزه انا عطاتها الله يطول لها في العمر. كتعز عليا بعض الخشب الحق شنو نقول لك؟ سما تماش انا هذوك الله ما كنحس بالخشب يا محمد. حق الله. المهم هادو مهلوكه وصافي. هادو انا نعطيهم من جديد. شنو عندك؟ شوف كاين المتتبعين كيقولوا لي فضل الله. الغبرة والكيمون والصلصة. صافي. شنو عملتي لها؟ مطيشة. مطيشة. والتومة. الملح والتومة. صافي أنا ملغي واحد المعلقة حيت مطيشة جاتني ماشي هي هذي، غادي نملغي واحد المعلقة صغيرة وغادي نعمل التومة وغادي نشد عليها. أهم حاجة شوفوا أنا قلت لكم كل واحد والطريقة ديالو، كاين اللي كيسلقها في الماء عاد ملي كتزولا كيشحر التويمة وداك الشيء. انا غنعمل كلشي ونشد عليها من بعد غنخويها في الطاجين ونعمل لها البيضات. صافي هادشي اللي كاين بالصحه والراحه. والليل يا ليلى علاش قلتي خاصك الليل؟ كيفاش ديك الاغنيه؟ الليل يا ليلى 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 ها قولها قولها ليلى ليلى يا ليلى ليلى شمال الليلة ليلى ليلى يا ليلى 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 يا ليلى. لا حول ولا قوة الا بالله. صافي السلام عليكم. صافي ماشي اجي. لا اجي شنو مشيت في التشالة الجدادة؟ لا الجدادة ربطتها. صافي. صافي. شنو شفتي عليها؟ صحابي عاود أخرى ديك الكبيرة. هادو كاملين كيدخلوا هذه الحرايمية اللي عندنا. ضحكني يا خوتي والله العظيم إلا ضحكني. ثلاث أيام ما جاتنا الدار، ثلاث أيام وهي طايشة تقول ما عندها حد، ما عندهاش اللي يسقسي فيها وأنا كنحماق هنايا كنقول فين مشات هذه المسخوطة، فين مشات هذه. كيقول لي الجدادة حمقى والله. والله أنا النهار اللي جبتها عرفتها حمقى. سبحان الله إلا قلالي يا خوتي. حق الله إلا قلالي. عرفتها حمقى سبحان الله كتعمل واحد السيستيم شكال. شحال مرة كنقول لك يا محمد تمشي زبر في الأرض غير داري عندك تمر صافي ولا؟ ها؟ عندك تمر صافي؟ ما عارفين هو ها مكاينش صافي تنقشو البطاطا كياكلو هذا هذاك تينا قشرتيها سيمو في ديك الشبكة وشكون دفعو من تما؟ ما عرفتش علاش خصنا نجبدو كاسرونات كاملين بالدار خصنا اللي عندنا نجبدوها. صافي الناس كاسرونه وحده عملت فيها كيجبدو كتجبدها وتقصها. سخنوا فيها العيال الحليب واحد عملت فيها هنا الحليب وانت عملتي فيها الماء العايل ويا ماشي كل واحد شنو كاين. حنايا ما كنسيبو حتى شي حاجه. محمد كيقول لي انت سيب شي حاجه انت جديد انت هذا محمد ياك؟ يعني. انت كيحماقوا على هذاك والله الا كيحماقوا عليه. كلشي نجدد والله العظيم. شوف اش صالحه زعما تعمل الجديودات في الدار والله الا زعما ما كتكلمشي على راسك وديك الشيء لا غير كتشبر. لا خصك خصك تعاونهم ساعات. لا كيجيب لهم العارف والله الا مسكين كيجيب لهم زعما اذا العارف كيتهلا فيهم وما شاء الله صلات على النبي قداش رجل والله الا هذيك الفريرجوليات الصلاه على النبي تشتها غير تشوف فيها والله العظيم.
زعما ما شاء الله. وزيد باش نصح الناس اللي عندهم سطح بحال اللي عندهم سطاح ولا عندهم والله العظيم زعما الصراحه عادلوا الجديوتات اللي عنده اتساع طبعا. شو عملوا غير ثلاثه د لانتات جداد وفريرش والله ما يكلفوكم شي حاجه. انا بعدا فرج اكثر 70 درهم ولا 80 درهم جداد 40 درهم 50 درهم والله الا فلوسك غادي يرجعوا لك. انا ننصحكم على الصباح نعام سيدي بالديه عادي جوج البويطات في الجنب كتفطر البويطه بالديه خوتي. اه والله عرفتي شحال كتعمل البيطه دابا بالديه؟ جوج دراهم والله الا زادوا ولا كاين اللي كيبيعها ثلاثه دراهم والله الا كاين اللي كيقول لك هادو بلديين بورس وانا عندي كيقول لي هادو ثلاثه دراهم. سلامة يا ربي. لا تسعفوني والله اخوتي عملوا جداد يا عنده سطح الدار ديالو هيدا عمل جديد ثلاثة ما تعطيهم والو غير نص كيلو كاع كيعملوا جوج دراهم نص كيلو الزرع في النهار كافيهم يخرج لهم على الخنافر. نحول بويطات بلديين عام ساعة ساعة ديك الفريرة ديك الفريرة جدو مزالة. يا سلام. ننصحكم انا ننصحكم عندي عزازين انا قلت لكم شنو كاين نصيحة من وزارة الصحة. شوف الصراحة أنا في الأول كانوا عصبوني والله إلا عصبوني علاش حيتاش اتساع ما كانشي دابا زعما ملي عملو الفراغ ماشي ما كانش اتساع يعني كانوا عندي على برا وهذاك الموطع كندخلو ونخرجو منو كانوا كنسقط بنياتهم. شنو الموطع؟ إيوا صافي هادشي اللي كاين الحبان ديالي دابا جبرتوني غادي تشبق تتشب جريتي عليهم ساك تشب بعض منهم والله ما كيخافو محمد بعض منهم قبيلتي فرج كان تما كياكل الحب ما شاء الله ما كيفلتو حتى شي حاجه والله الا سيب الحوت من الفطور طلع عليهم ديك الفرج الكبير وهربوا. والله الا هربوا دابا كيتقتلوا. دابا عندنا الحمام د الجيران كيدابزو والله الا لا كيدابزو. شو محمد شتي ملي كتخمر لابابو صافي كنقلب صافي ساليت انا ساليت الله يعطيك الصحه صافي باقي مساليت. صافي الحبيب ديالي غادي نغسل هنايا غير الكشيعات ديالي مهناشي باش غادي نبدا محمد نطرح الخبيزه ديالي. يلا بسلامة. شنو عمران؟ شنو؟ واش برد جدادة مسيبة صاحبي؟ وراه في الأرض باصيور رجلي معلقين. فين جبرتي يا عمران؟ عمران؟ فاش جبرتيها؟ شوف اخوتي وقال لكم حمقات ومني طاحت مسكينة وبقات مشنجلة. اش كتعمل يا عمران؟ صافي صافي شوف انا نزلت الخوص قال لك هو خصو يعمل له تشكل. ها شي تحية للمتابعين ديالنا يلا. السلام عليكم اخوتي كيفاش نتوما لاباس بخير الحمد لله كنتينا كنتكونو بخير وعلى خير. كنا زين صحيح من السدين كنا كاملين وكنحمق عليكم ما حالي نوضع عليك. شوف هنا يا شاء الله بديت كنطرح في الخبيزة ديالي ما شاء الله ربعة الخبيزات. المهم انا لا ما تقبلش عمرها انا عملت اخوتي الخبيزة بالمقلة يعني شوف ما شاء الله اربعة بضربة واحدة يعني اسهل ما يكون من هاد المقيلة هادي ما كاينش. انا ديما عم قنادر لكم على هاد المقلة بخباركم والله الا ديما عم قنادر لكم عليها. شوف واخا باقي ما تحمر هادشي غادي نقلبوها الخبزه بالماكله نقلبوها من بعد عاودنا نعاودو نردوها على هاد الوجه مدلوك اخوتي. شوف من الفتخات كيفاش طالعين شوفوها ملي كتكون هايدا كتكون العجينه زعما معجونه تبارك الله. عندي مخلط وعندي في طحين طحين بالزرع وطحين بالفرس ابيض. عمران بعدا كيحمق على الخبز بالماكله هاكا الما ديالي كتحمم كل خبز بالمقله والله غير. هنا عملت شويه الفريسه غادي نقطعها نعملها شويه السكر ونعدلها بالعيال الشلاضه وغنحك لهم التجعيدات هذوك غير شاطو لي من هاد اللي باقات وصافي هادشي اللي كاين. وهنايا محمد صافي من هيدا غادي تشوف بطاطا طايبه على خاطرها جعيدة عاود حتى هي طايبة سخونة الرومية ديالنا عاود تعيعو وهي كتبقى نقول لها شتو حيت هي شافة كتشبه شي واحد. ما أنا عارف أنا نقول لك كتشبه شي واحد وصافي ياك. دابا أنا شارفة محمد لا ما قلتلكش أنتينا شارفة ولا ما كتشبه اللوبية صافي هنايا محمد
عملت شي حاجه دابا فريسه قطعتها هكذا، غادي نعمل لها شويه سكر ندير لكم معاها شي جهده شاطت لي تما ولا لا سكر معاها صافي. نمرض شويه السكر وصافي. هنايا هي خاصها نتيم بالحق، انا نتيم هكذا كي دار محمد هاد اليومين كان مريض اخوتي، شبرو ديك الحلاق بحال ما غيغرى، مشينا لعند الطبيب جبر له المسره المنفخ بزاف وجبر له الكلوه منفخه، يعني هادشي دابا عيبه عاد ديك الشلاضه د الكلتشي فهمتوا؟ الكلتشي كيعمل الكاسيس بينفخ لك المسارد وهي بصح داكشي اللي كنسمعو الراجل داكشي اللي كنسمعو انايا باش من الطويزر غادي نعدلو البيضات ديالنا ملي كنضرب شتيتو في خباركم والله العظيم جات العشيه صافي حسيت براسي مرضت والله الا ركابي كيترعد محمد هو تجيب لي دولي برنار تاعك صافي ان شاء الله الله يشافيك امين يا ربي. حنا تنجبد البيضات تراجعت في كلامي تراجعتي جبت باش نخلط قال لك لا 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 خليهم لي واقفين بسم الله هذا كيجي حسن وقيل هذا كيجي مزيانين تنزيد واحد بويطه غادي نغرج كنت انا من جوج بالحق ملي قلت لك خصك هذا وقفي خصك ضروري ثلاثه بسم الله يا سلام يا سلام. دابا هنايا سالينا غدي ديالنا واجد غادي نغطي بالمغطى الشلاضه ديالنا ها هي خفيفه وظريفه صافي هادشي اللي كاين صحة وراحة كتستحقوا ولا كيف جاتكم الخبيزة؟ كيف جاتك محمد؟ يعطيك الصحة والله العظيم حسن من الزنقة أنا بعدا خلصت الزنقة الله يسمح لي منه والله العظيم ما عنديش ما كيعرفش وصافي داكشي اللي كاين صافي محمد دابا نخليه حتى طيب لنا كل ما بالصحة وما تشهيوش علينا ما تشهيوش المهم اللي شهينا نشهيو محمد الله يديك نمشي للدولة ديما كنت غادي تعرف انت هنا عامل جلبانة للناس و جلبانة أحسن حاجة وقتها هذا صحيح فين ديك الهزازة قبيل غادي لها على الطاجين بعدا هذا هاد ياك دابا انت هذا اللي مغمر لك العينات هذا 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 ايوا الله يعطيك الصحة واو لاتي الله يعطيك الصحة تخدمي ديال الدراويش الاخوان الصحة والراحة ديال المرض مريضة الله إلا لا مريضة حق الله إلا هاد جا فينا دوقات الخبيزة ديالي ها هي ما شاء الله جات فينا الصلاة على النبي شوف الزرع تبارك الله عليا هاجا الراجل خصني تدوق وتقول له خصني تدوق يلا شنو عتمد؟ ياك صحة وراحة الليل ويا ليلى ما كنعرفش انا هاد الليله غتغنيها الليله تعرف تغنيها صح بسم الله على ما على ما قسم الله بالصحة والراحة زعما شحال اللي ما كنت يعطيك الصحة ياه باقي ما جيت وقت ديباون شي نهار عاوتاني ديباون تا ايباون كيجيو واعرين كيجيو كيحمقوا بينغو يا ايوا الصحه والراحه الرجال صحتكم يا اغلى متتبعين عندنا الله لا يخطيكم علينا وشكرا على الدعم ديالكم على التشجيع ديالكم وما تنساوش ياك صحتك وما تنساوش قلت لكم كثروا لنا من التعاليق باش ان شاء الله يا ربي غادي نعمل لكم ديديكاس وبصحة والراحة وتهلاونا في راسكم فيديو اخر ان شاء الله يا ربي ديديكاس مع الجلبانة